السلام عليكم. اليوم غنقدم لكم بسطيله بالحوت. لهاد البسطيله غنحتاجو شعريه صينيه 400 غرام، نص كيلو د الكالمار منقي، نص كيلو د القمرون، نص كيلو د الورقه، القمرون ما منقيش الزين، 250 غرام د الجبن الاحمر، حامضه معصره، علبه فطر، معدنوس مقرض، شويه الزبده، زيت الزيتون، شويه السودانيه، وابزار، ملح، شويه المصير، معلقه طماطم مصبره، ورقه سيدنا موسى، ضماد السمك. نبداو على بركه الله. كنوضعو شويه د الزبده في المقلاه بعد ما سخنت، كنضيفو شويه د الزيت، الماء، زيت الزيتون، من بعد كنضيفو الكالمار ديالنا. شوية الإبزار، كنضيفو السودانية، شوية د الملحة، كنفكو الصاي دوك شوية، خمسة دقائق. هاد الكالمار كبير شوية، من بعد ما طاب الكالمار شوية كنضيفو شوية الحامض، كنخليوه يطيب لمدة 10 دقائق. من بعد ما طاب الكالمار كندير شويه د زيت الزبده، شويه زيت البلديه، بعد ما كنطيب الزبده كنضيفو القمرون، من بعد كان الشعريه الصينيه اللي في السكره من قبل كنخويوها على لاصوص اللي بقات لينا ديال الحوت، كنضيفو لها قزبر ومعدنوس اللي قربنا من قبل، كنضيفو شويه طماطم مصفره وشويه المصير، البصل، السودانية، وشوية الملحة، كنضيفو ليها بهارات السمك، شوية زيت
نقليوها مزيان ونمروا باش نمروا البسطيله. صافي كنخليو الشعريه ديالنا تقدى شويه تشرشر من هنا. يمكن لكم تقطعوها ولا تخليوها مكموره لكم الاختيار. من بعد ما طاش الشعريه الصينيه ديالنا كنخويوها في شي اناء باش تبرد. صافي تخليوها تبرد شويه. من بعد ما بردات الشعريه الصينيه ديالنا غنضيفو ليها الفطر مقطعنا طريفه صغار باش نمرو زعما البسطيلة. نخلطو من بعد ما دهنا المول ديالنا شوية الزبدة غنمرو التمر البسطيلة. كنحطو الورقة الأولى ندهنو لها الجوانب شوية الزبدة. يعني شي عندي المود صغير شوية نعطيها وحدة بهذا الشكل. دهنهم بشوية بالزبدة. بعد ما وضعنا الورقة كنبداو نحطو الحشوة ديالنا. بهذه الطريقة نصيبوها نقطعوها شوية هكا. من بعد غادي نوضعو الكلامه نضيفو القمرون. كنحاول نستو السمك مزيان كنضيفو الجبن الأحمر. غنطيو الورقات نردوهم هكا بالشكل. نطيوها مزيان باش متحلش. بعد ما دهنا الجوانب بالزبدة نضيف واحد الورقة نحاول نسلطوها.
طويوها بهذا الشكل، نطول الورقه لتحت. بعد ما درناها بالزبده كنتكبوها شويه بواحد السفوت بهذه الطريقه، وندخلوها للفران طيب. من بعد ما وجدت البسطيله ديالي زينتها على هذا الشكل، كتزينوها كما بغيتو قطعتها شويه الفرماج احمر وشويه ديال القمر وسطيتو، وكتجي على هذا الشكل. نتمنى تجربوها. الصحه والراحه.